بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل الجزء الثاني من الحلقة بعنوان ظهر الحق وطاشت الأكاذيب، دعوة إلى صاحب قناة السر الأعظم وتعليق على الفيديو الأخير الذي قام ببثه يوم 9/8 الذي كان من ضمن عناوينه فلا تستعجلوا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نقول زورا أو أن نغشى فجورا أو أن نكون بك ربي من المغرورين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، كنا تحدثنا للأخ رضا في الحلقة الماضية بكلام معين نكمله الآن ونستعين بالله تعالى فنقول، وعايز أقول لك شيء يا أخ رضا خد بالك منه جدا عشان برضو الشياطين مش يوهموك ان انت لسه صح وان في جولة اخرى وجولات اخرى. لا، الامام الشافعي عليه رحمة الله كان يقول ايه؟ لولا اهل المحابر، عارف اهل المحابر اللي هم مين؟ اللي هم العلماء يكتبوا بالقلم والمحبرة والحبر اللي في القلم. يقول الشافعي لولا أهل المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر. يعني لولا أهل العلم بالقرآن والسنة اللي انت شفتهم كانوا كام واحد؟ بتاع 30 واحد في القنوات عمالين يردوا عليك وأكتر. وفي علماء ناس بتحب يعني تدفع الباطل دفعا، لو مش دول كنت انت تربعت على عرش الوطن العربي كله وانت على خطأ. تخيل، وكان ساعتها انت ربنا بيحبك انه يجعلك تستفيق بدري. والله كده لو رجعت وتبت الى الله بصدق والله ربنا بيحبك صدقني. واذا ملت الى الحق فمال بعض اتباعك معك تاخد ثوابهم. يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لسيدنا علي، يا علي لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، في البخاري ومسلم. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، في رواية تانية خير لك مما طلعت عليه الشمس، في رواية تالتة خير لك من الدنيا وما فيها. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، فما بالك إذا هدى الله بك ألف رجل أو كذا ألف رجل، لأن مش كل أتباعك هيمشوا وراك ساعة لما تمشي صح، هم بيتبعوك وانت ماشي غلط. لكن لو مشيت صح صدقني صدقني انت لعلك لو كنت قرأت الحديث اللي النبي بيقول فيه يأتي النبي ومعه الرجل ويأتي النبي يوم القيامة، ويأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، فيه نبي كامل يأتي يوم القيامة مش معه ولا واحد، وفي نبي يأتي مع رجل واحد بس هو اللي سمع كلامه وآمن به، ونبي يأتي مع رجلين. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما في مرة أشرح الحديثة تشوف سواد ناحية المشرق وسواد ناحية المغرب، مين دول أتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كثير صلى الله عليه وسلم. فإذا مشيت على الحق أنت هتجد أتباعك قليل قليل، لأن اللي بيمشي وراء الحق قليل، وقليل ما هم وما آمن معه إلا قليل وقليل من عبادي الشكور. دائما أهل الحق قلة. ما هو سيدنا عمر بن الخطاب ماشي في السوق في مرة فوجد رجل عمال يدعو اللهم اجعلني من القليل اللهم اجعلني من القليل اللهم اجعلني من القليل، فسيدنا عمر مسك الرجل، ما هذه الدعوة؟ ادعو كويس، ادعو ربنا يرزقك يشفيك يعطيك كل شيء من الدعاء، تدعو ربنا أن يجعلك من القليل، إيه الدعوة دي؟ فقال الرجل يا أمير المؤمنين مش رب العالمين بيقول
وقليل ما هم وما آمن معه إلا قليل وقليل من عبادي الشكور. فدايما أهل الخير قلة وأهل الباطل كثرة. ففاطن سيدنا عمر، فسيدنا عمر قال كل الناس أفقه منك يا عمر، يعني حتى الرجل اللي أنا فاكره مش عارف أي شيء طلع أفقه مني، طلع فاهم كتاب الله أفهم مني. سيدنا عمر بن الخطاب رجع للحق، شوف رجع للحق، فيقول كل الناس أفقه منك يا عمر رضي الله عنه وأرضاه. فدايما أهل الخير قلة، فأنت لو مشيت صح اللي هيمشي وراك مش نفس العدد اللي كان، صدقني، وساعتها تكون فخور. المهم أنك تكون على الحق. نسأل الله أن يثبتك وأن يجعلك تتوب توبة نصوحا إليه سبحانه وتعالى. ويعني أكرر أيضا أنك أنت بتقول أن أهل الباطل بيزينوا لنفسهم، فعلا كلامك صح، كلامك صح. الإمام الشاطبي صاحب الموافقات بيقول إيه؟ لا تجد مبتدعا ممن ينتسب إلى الملة إلا وهو يستشهد على بدعته بدليل شرعي فينزله على ما وافق هواه وشهوته. يعني دايما اللي بيعمل بدعة بيستشهد عليها من القرآن. فاللي انت جئت بيه ده كان بدعة، كان بدعة واستشهدت بيه من القرآن كتاب مرقوم وأشياء كده بدأت تأتي بها على غير وجهها وعلى غير فهمها الصحيح على الإطلاق. فدي كانت بدعة يا أخ رضا، استقيم على السنة وأهجر البدعة وراء ظهرك. نسأل الله أن يثبتك على ذلك. عشان كده سيدنا سفيان الثوري كان يقول إيه؟ استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. دايما أهل السنة غرباء. تجد على رأي الأستاذ أيمن السلحدار كان في مرة كده عامل بث مباشر وهجم عليه بعض أتباعك، أتباع الأخ رضا، بكلام باطل، كلام باطل. فقال إيه؟ إحنا أصبحنا غرباء. وكمان الناس اللي كانوا مبسوطين بالنبوءة دي لأهداف سياسية كانوا، فالأستاذ أيمن يقول أصبحنا غرباء في بلدنا، أصبحنا غرباء والحق بين أيدينا. فعلا، ما هو الإمام سفيان الثوري بيقول كده، استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. فعلا غرباء بين أهل الباطل، بين أصحاب الأهواء والشهوات وهذه الأشياء. نسأل الله أن يجعلنا من أهل السنة يا رب، اللهم آمين. نسأل الله أن نتعلق بأسوابهم وأن نسير خلفهم وأن نكون على دربهم ما داموا يسيرون بسنة رسول الله وفهم رسول الله وعلم رسول الله الواضح اللي موجود في الكتب اللي ما فيهوش أسرار ولا طلاسم ولا شفرات. اللهم آمين يا رب العالمين. يعني حضرة النبي، أسوق لك حديثا لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه إيه؟ الحديث عند مسلم والترمذي، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء. قيل: من هم يا رسول الله؟ من هم الغرباء دول؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس، أو يصلحون، الذين يصلحون إذا فسد الناس. شوف، يصلحون يعني يكونوا صالحين إذا فسد الناس، أو يصلحون إذا فسد الناس يعني يصلحوا غيرهم. وطبعا اللي يصلح غيره أكيد هيكون صالح في نفسه. كن صالحا في نفسك مصلحا لغيرك. شوف الذين يصلحون إذا فسد الناس، كن هو صالح والناس كلها في حالة فساد. نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يجعلنا من الغرباء المتبعين لرسول الله في هذا العصر. اللهم آمين. أقول لك يا أخي رضا، أقبل على الله، سيقبل الله منك التوبة. فيش حد معصوم من الخطأ، كل واحد منا وارد أنه يخطئ، لكن الشاطر هو اللي يصلح الخطأ بتاعه، الشاطر اللي يحول المسألة من خسارة إلى مكسب. أنت خسرت كتير من موقفك، علاقتك الصحيحة مع رب العالمين، حاول تكسب. خد أتباعك دول لطريق رسول الله، للطريق الصواب، للطريق الصحيح، لطريق العلم الذي لا شك فيه. ربنا يوفقك. أسأل الله أن تقتنع بهذا الكلام، أسأل الله أن تقتنع بهذا الكلام. وأنا أدعوك إلى التوبة الصادقة النصوح والاقتراب من الله أكثر في وضوح وفي النور، واتباع رسول الله أكثر وأكثر وأكثر. وأنا أدعوك إلى أن تقتدي
بسيدنا عمرو بن العاص وأن تتوب إلى طريق الله، تتوب عن هذه الانحرافات الكبيرة التي أضلت خلقا كثيرا خلفك. سيدنا عمرو بن العاص يقول: لما جعل الله في قلبي الإسلام. الحديث ده في صحيح مسلم. سيدنا عمرو بن العاص بيقول: لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ابسط يدك أبايعك على الإسلام. فبسط رسول الله فقبض. النبي مد إيده كده لسيدنا عمرو بن العاص، فسيدنا عمرو بن العاص شد إيده ما حطهاش في إيد النبي. فقال النبي: ما لك يا عمرو؟ فقال سيدنا عمرو: أشترط يا رسول الله. قال: تشترط ماذا يا عمرو؟ قال: أشترط أن يغفر لي قبل ما عهدك على الإسلام وأبايعك على الإسلام، أنا عايز ربنا يغفر لي اللي عملته كله. فقال له رسول الله: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب أو يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ ده حديث للنبي في صحيح مسلم. لو أنك يا رضا تبت إلى الله عن هذه النبوءات والضلالات ونسبة كل هذه الأشياء إلى القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب، ساعتها تكون حبيب الجميع، حبيب الكل، وأول شيء تكون حبيب الله وحبيب رسول الله. خد يا أخي، هات لي حد مؤيدك من أهل العلم أو من أهل الإيمان، مؤيدك علمت فيه. الناس اللي ماشية وراك دي عايزين يضلوك، معظمهم ملحدين وقرآنيين وبيشتموا على البخاري وعلى مسلم وبيشتموا في الصحابة. صدقني افرزهم كده وشوف، مش في منهم إلا بعض الناس المحترمة، ودول قلة قليلة بيحبوا الغرائب والطرائف، بيحبوا الغرائب والطرائف، مش مؤمنين باللي انت بتقوله لكن هما بيحبوا الغرائب والطرائف، فدول مش معاك، لا تستند عليهم. والملحدين لو استندت عليهم فقد استندت على حائط مائل. عد إلى الله، عد إلى طريق الله. صدقني باب التوبة مفتوح للجميع، وقد ينفع الله بك. يمكن لو عدت وتعلمت العلم الصحيح والله قد ينفع الله بك، وقد تصبح من أفضل الناس. لكن أنت الآن تحارب الله ورسوله بما تفعل، أنت مش حاسس بأي شيء. فنسأل الله لك العفو والعافية. ويعني كل الكلام اللي نقوله ده لخصه الأستاذ أيمن السلحدار في جملة واحدة، قال يوم 9/8 ويوم نبوءات رضا. الأستاذ أيمن السلحدار بيقول إيه؟ بيقول هيطلع رضا يوم 9/8 أو يوم النبوءة، ويقول: يمحو الله ما يشاء ويثبت، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. صدق الأستاذ أين، يا ريتك طلعت يوم 9/8 تقول يمحو الله ما يشاء ويثبت. لا، ده أنت طلع تتكلم في موضوع تاني خالص، تغير الموضوع. لكن إحنا مش هننسى الموضوع، أنت تهجمت على القرآن، إحنا مش هننسى تهجمك على القرآن. فتوب إلى الله، توب، والله باب التوبة واسع. نسأل الله أن يغفر لك، ونسأل الله أن يهديك، ونسأل الله أن يرزقك التوبة الصادقة وأتباعك. يمكن يا أخي لو لجأت إلى الله وتبت إلى الله، كل العدد الكبير اللي وراك ده يتوب خلفك، يعود خلفك إلى الله، وتكون خدت ثواب الناس دي كلها، ويبقى دي الفوز العظيم. ده يكون الفوز العظيم عند الله سبحانه وتعالى. أدعوك أن تراجع نفسك، وأن تفكر في أن تعود إلى الله بصدق، بالعلم الصحيح، بالتفسير الصحيح للقرآن، بالفهم الصحيح للفقه، بالمعتقد الصحيح، الإيمان الصحيح، كما كل العلماء اللي في الزيتونة وفي الأزهر وفي المملكة العربية السعودية وفي كل دول العالم الإسلامي اللي هم أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجادة، على الطريق الصحيح. نسأل الله أن يهدينا لأرشد أمرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.